لما نفتح وسائل التواصل الاجتماعي نصادف الكثير من حسابات الطبخ، ولكن اللافت في الموضوع انه في كل مرة يكون نشوف دخول الشباب السعودي في هذا المجال وكسرهم لحاجز النظرة السلبية عن المطبخ، مع حرصهم على استغلال الموهبة وتحويلها لمشروع ومصدر دخل إضافي. معنا اليوم في الاستوديو احد هؤلاء النماذج، اكيد نرحب معنا بالمصور ومدون الطعام تركي الشواعر. هلا وسهلا بك يا تركي. يا مرحبا، يا هلا فيك، اهلا وسهلا، منورنا تركي. تركي خلينا نتكلم عن دخولك عالم الطبخ، كيف كانت البداية معك وكيف وجدت نفسك في هذا العالم؟ البداية الصراحة هو هواية من الصغر، يعني حلو. يعني بداية من الصغر كان انا واخوي نتنافس على الطبخ. ممتاز. لا سيما ان مجموعة شباب، اخواتي كلهم متزوجات ما شاء الله، ونتنافس اي افضل طبخ، لين عاد قام نتميز بالشيء. أي نوع من الطبخ يعني اللي يستهويك؟ تميز بالاول يعني الكبسه، يعني هذه معروفه اهم شيء. اهم شيء طبعا طبعا. بعده عاد رحت المجالات الثانيه بديت فيها. يعني عرفنا انك حولت كمان هوايتك هذه الى مشروع. إيه؟ والمشروع هذا يعني في اكثر شيء احنا نحبه اللي هو ورق العنب. صح، وصرت جبت لنا. الله عليك. الآن يدخل ورق العنب بالاستديو الآن. الله عز وجل، الله يكثر خيرك ويطول عمرك تركي. شكرا لك وشكرا انك بتشاركنا مشروعك هذا. بعد الهوى ان شاء الله بنذوق ونقول لكم، نعطيكم راينا مشاهدينا، لكن انا متاكده انه راح يكون شيء لذيذ، لانه تعرف الطبخ والاشياء هذه لازم يكون فيها شغف، لازم يكون فيها حب، لازم الواحد هاوي هذا الشيء. بس كيف شفت الاقبال؟ هنا السؤال، كيف الاقبال على مجال الاكل والمطاعم ورق العنب؟ انا اقول لك البنات ترى عندهم حب غريب لورق العنب. هو اللي خلاني المجال يعني اميل للمجال هذا بقوه، خصوصا ورق العنب، لان الطلبات وفيه بزياده فوق. اوكي. يعني هذا اللي خلاني اميل. فشفت الاقبال ومكمل. اقبالي ومكمل الحمد لله. اي يعني إيه؟ اللحظه تركي، مها احنا بنتكلم على ورق عنب اللي هو لف وتقوير محشي. انا اعترف اني انا فاشله في هذا الموضوع وانا سيده. فانت ما شاء الله شاب تعرف تسوي ورق عنب وتعرف تسوي محاشي متنوعه، ايش الخلطه السريه حقتك؟ انا لازم اسمها سريه. لانه شوف انا اقول لك، لانه حشوه المحشي تختلف من منطقه لاخرى. يعني مثلا المحشي المصري طعمه يختلف عن المحشي الشامي. يعني انا جيبوا لي ورق العنب دخلوه الان الاستديو. طيب ايش اللي بيميز خلطتك انت يا تركي؟ يعني ملت الاشياء اشوف انها تكون شوي، يعني الحموضه يحبونها اكثر شيء. الحموضه بعيدا شوي عن الحالي. نعم بعيده شوي، يعني المطلوب، وكمان سبايس شويه. هو اللي جايبه لك يعني على المزاج. الحين ريم بتذوقين وبتعلمينا يعني. والله انك كفو كفو، تعطينا رايك ولا تجملني في الراي. لا ريم ترى ما تجامل، جاب كل شيء للاكل. اي بس ما هو سهل، يعني انا اللي اقصد انه التكنيك ما هو سهل. نفس الحشي وطريقه البرمو. هو بالبدايه ما كان سهل علي، لكن شفت ان فيه اقبال عليه بزياده، فملت للشيء. ها على اساس الاقبال والطلبات، والحمد لله بشرك الحين فاتح لي حساب خاص فيه وماشي فيه بعيدا عن حسابي الرسمي. يعني اخذت تحدي ومشيت فيه كذا واثبت نفسك فيه. نعم اثبت نفسي فيه، مجال بعد سري يعني اعمل فيه ما حد يدري انه لي الشيء هذا. طيب تركي، يعني هل في يوم من الايام ممكن نشوفك تفتح مطعم؟ اكيد مطعم، يعني مطعم مو بس ورق عنب، بمنيو كامل واشياء كامله. شوف يا، هذا شيء اكيد كان ببالي، يعني لما اسمع عن مطاعم السعوديين ياخذني، اني يحفزني هالشيء اني اروح لها، ويعني يحفزني اني افتح مطعم يعني الصراحه. وان شاء الله باذن الله هو قريب انه بنفتح يعني هالمشروع. الله الله. وصل الورق والعنب، هذا جايبه مخصوص لينا يا تركي. نعم. يعني المفروض تديني هو من قبل الهواء عشان ابدا ايش اقضي عليه يعني. يديك العافيه يا تركي. كمان انت بتصور بطريقه مميزه. صح. او هذا التميز يعطي اكثر جوده واكثر خلينا نقول تسويق. صح. للمنتجات فعلا. ومو كل الناس شاطرين في التصوير. التصوير هو اساسا المسوق الاساسي من اساسيات التصوير. بالضبط. فاحنا بنتكلم على اساسيات التصوير، ايش هي الاساسيات اللي لازم اتبعها عشان اصور طبق او صحن او اكله خلينا نقولها؟ تهتمين في الخلفيه والاضاءه. هذه اهم شيء في التصوير، يعني انك تهتمين بخلفيه الشيء. بس والاضاءه. والإضاءة طبعا تعتمد على الإضاءة الطبيعية. أنا أحس أن إضاءة الشمس مع المطبخ هي تكون إضاءة الشمس هي اللي ناجحة. ممتاز. هي أحلى شيء. يعني الحين أنت تبي توصل لنا أن تصوير الأكل أو
يعني حتى القهوة تعتبر من القهوة. من من مدونين الطعام ومن هواياتهم خلينا نقول، مختلف عن تصوير اي شيء ثاني؟ يعني مثلا لما اجي انا مثلا ميك اب ارتست اصور مثلا مكياج او اصور احب الورد اصور ورد، هل هذا مختلف وهذا مختلف؟ يعني وش اللي يميز تصوير الاكل عن غيره؟ الاكل يتميز، انا الحين انا مميز من ناحيه الاكل والكوفيهات فقط، لا جيت للوجه ما اقدر اتميز فيها ابدا نهائي، ما اتميز فيها. حلو انك تعترف يعني تركي، يعني انا بالعكس احيي هذا الشيء فيك، واكيد احنا يعني نبغى ناخذ منك تفاصيل اكثر، لكن اكيد ما نقدر نتكلم عن هواة الطبخ الا ومدون الطعام الشهير رياض الخالد، ومن ابرزهم واللي يحتلون الصداره على السوشيال ميديا خاصه من ناحيه تميزه عن بقيه اللي موجودين على الساحه اليوم. مساء الخير ونرحب بانضمامه معانا عبر الهاتف، اهلا وسهلا فيك رياض. اهلا اهلا اهلين، كيفكم شخباركم؟ اهلا وسهلا، تمام؟ اهلا وسهلا، حياك الله. احنا كان ودنا تكون معنا بالاستديو، لكن حفاظا على خصوصيتك رياض اكيد يسعدنا تكون معنا عبر الهاتف. خلينا نتكلم عن المرحله اللي انت مريت فيها رياض، من طالب جامعي هاوي للطبخ لمده او تقريبا 30 مليون متابع لوصفاتك اليوم، ايش شعورك وايش اللي ما شاء الله وصلك بهالسرعه لهذه خلينا نقول القاعده الجماهيريه واللي ما بسهله؟ والله اول شيء يعني محبه الناس لي شخصيا انا، وكمان نفس الشيء انه الناس تحب الشيء البسيط السهل السريع، هذا يمكن اكثر شيء جذب الناس لي والمتابعه يعني للحساب. بالنسبه لهاوي، ايوه هاوي لين دحين، طالب جامعي لين دحين زي ما انا. يعني هاوي وطالب جامعي، يعني ما شاء الله معناته انه لساعك بتدرس، يعني سنك صغير ولكن محقق هذا النجاح. مبدا البساطه البساطه على قول صباح، البساطه البساطه، هذا المبدا هو اللي وصلك اليوم لاكبر فئه من الشباب انهم يتابعوك بل وتكون قدوه لهم؟ اي نعم، انا تعمدت اني استهدف فئه معينه من الناس اللي هي المبتعثين، الطلاب الجامعيين، الموظفين، الامهات اللي الموظفه اللي ما يكون عندها وقت تطبخ، فانا اقدم وصفه ما تاخذ نص ساعه او ساعه بالكثير تكون جاهزه. ممتاز. خلينا نتكلم عن معايير نجاح الشيف او مدون الطبخ بالتحديد واسرار الطبخات، يعني هل تعطيهم انت اليوم يعني سر طبختك عادي عندك يا رياض؟ لاني احس اسرار الطبخ تكون شوي غاليه على الشخص. لا 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 بالعكس، يعني اذا ما اعطيتهم مين بعطيهم؟ في النهايه انا فاتح في البدايه الحساب كان هوايه، فتحت الحساب كان هوايه بالنسبه لي. وقعدت كل همي حاليا اني افيد الناس قد ما اقدر، اني اقدر افيد الناس لا اكثر ولا اقل. الطعم من جد عادي اعطيهم السر. نعم. والطعم من جد من جد جنات. هذه أهم جملة في الموضوع ده كله. رياض عتبنا عليك أنه كثير ناس يسألوا لماذا تفضل الشخصية كده تختفي يعني عن الناس وما تظهر، فإيش السبب أنك أنت مو حابب تظهر بشخصيتك الحقيقية أو بوجهك للناس؟ كنت متوقع هذا السؤال، فما عندي مشكلة أني أجاوب عليه، يعني ما عندي أي مشكلة في المجال اللي احنا فيه أو مجال السوشيال ميديا. في ضريبه اي احد معروف لازم يدفعها، ان هي خصوصيه ما تكون له في اي مكان حتى لو كان برا مع اهله. اتفق معك. اي ما في اي خصوصيه، ناس تصور، ناس يعني ما في ناس يعني تكون مؤذيه شويه، فانا ما ابغى ادفع ذي الضريبه، فانا مرتاح اقدم محتوى افيد الناس، في نفس الوقت ترى انا اكثر واحد يمكن اونس او اضحك واضحك، يعني اهم علي الوناسه، اهم شيء عندي الوناسه والضحك. برافو. والبلعة أهم شيء طبعاً. برافو برافو، أهنيك رياض، يعني أنك متمسك بهذا المبدأ والخصوصية حاجة مهمة، وفوق هذا كله محقق الشهرة ومحقق ما شاء الله نجومية كبيرة دون الظهور بوجهك، واحترم فيك هذا الشيء رياض. رياض احنا اليوم معانا تركي، وأكيد يعني أنتم كشباب في هذا المجال أكيد متميزين في التصوير تحديدا، وتركي أيضا متميز في هذا الموضوع.
والنعم فيه. رياض الخالد شكرا لوجودك معنا اليوم. تركي، يعني موضوع التصوير والتدوين وانك ما شاء الله رائد في هذا المجال، بنشوف امثله نجاح كثيره وانت ان شاء الله واحد منهم، ايش طموحك في هذا المجال؟ طموحي اني يعني انا الحين مربوط بين عمل ومجال هذا. ما شاء الله. طموحي اني اكون يعني اترك العمل مستقبلا لا تتفرغ لانك تكون شيف؟ اي نعم. برافو. اكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق تركي الشواعر. شكرا لك وشكرا لتواجدك وشكرا على ورق العنب الجميل. احنا مضطرين نختم الحلقه اليوم عشان نروح نستمتع بالورق العنب اللي جبت لنا اياه. شكرا. العفو. مشاهدينا، وبكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. في أمان الله.